Bonsoir tout le monde. Bon, les dorofin khassa, cha't l'aqdar l'youm en nous live tani, qu'on fait siyara, qu'on fait automobile. Qui m'a dit le Gawri, c'est pas plus mal. Donc, je suis obligé de dormir sa'at YouTube, hnaya, sa'at n'dor Facebook. Ahlan bil moutabi'in ta'na, fi Facebook, ahlan bil moutabi'in ta'na, fi YouTube. Bon. L'youm en d'un moudo, mihwari. محوري يبدأ من une petite question posée à Mélenchon. الإجابة نتاعها أولا قبل ما نبدأ لازمني نحدد أمرين. أولا أنا مانيش فرنسي الجنسية، أنا جزائري الجنسية، مانيش حامل لجواز سفر، بصح انا جنسي الجزائريه جنسيه وحدها، دونك انا ما فوتيش في فرنسا باش نتفاهموا، دونك ما عنديش صوت هنايا سياسي، لكن حنا نهضروا على واش راه صاير في الجزائر. احمد بوعكاز اللي كان تسمع فينا التحق بنا في زوم، راني نستنى فيك اللايف لا ديماري. دونك باش نتفاهموا صحنا المشكل نتاعنا وشي هو، ماشي المشكل نعتبره انايا، نعتبره دراسة للوضع باش غدوة تقولوا رحماني قال. رحماني ما كانش يجيب من راسه، رحماني كان يمد للشعب الجزائري في معلومات حقيقية، كان يمدله في واقع الأمور، رحماني كان يحل في عينين الشعب على واقع الأمور. نسمعوا ميلانشون واش قال ودوك نحددوها مع بعض. ايكوتي واش قال ميلانشون. On nous a mis dans une... Donc demain je suis dans... je suis président de la République, je commence par poser une question au président de fait de ce pays. Vous Alors, Mélenchon a dit ma chabba. Demain, je suis président, yani ana ghadwa nkoun rais, rah ntrah sou'al ala rais el haqiqi. Ma tkoun nta rais. Là, la question se pose. Comme le smaou mali. Donc on reste oui ou non. Et si parce que nous français, vous partez là. Absolument madame. Vous laissez tout. Vous savez pourquoi? Parce que le قال لهم كان الرئيس الحقيقي يقول اون بار اون بار. شوف نفهمكم الفرق بين الرئيس الحقيقي والرئيس بلوتو الفعلي، لو بريزيدون دو في اي لو بريزيدون ايلو. في كثير من الاوقات سي احمد بوعكاز يسكسكوز قال لكم لا طومبيت على في دي ديغا اون با دو كونيكسيون. وي سي احمد لا غالب تفصل راني سير زوم نتاعك سي احمد، مي فوالا مرحبا بك. دونك الرئيس الفعلي حتى فرنسا العظمى حتى امريكا حتى الدول هادو الغربيه المتطوره ديمقراطيه نوعا ما عندها الرئيس اللي يرشحه الشعب، بصح عندها القياده الفعليه، فما بالكم حنا في الجزائر لما ميلانشون اللي هو اليسار المتطرف لانسومي اللي ما يصعر حتى واحد يقول لها لا جورناليست اللي طرحت عليه سؤال قالت له انت كنت بار اكزومبل كونتر جون سي با كوا اي كوا اي كوا اي كوا، قال لها سي جو سوي بريزيدون لكان خرجت انا رئيس راح نطرح السؤال على الرئيس الفعلي. خليكم اتوندي جو دو ريبوندر ا مسيو احمد. دونك اون فاي سي دونفاي سي احمد لو ليان زوم. الوغ وين راح لو ليان هذا؟ تك 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 ابا الى لا تك بو اكاز احمد فوالا سي في سي انفوي.
دونك بديت من الموضوع هذا. كانت بكري في الجزائر عندنا واحد الحصه والله يسميوها شي با مو سميوها بين الحقيقه والخيال، ديما كانت تجيب لنا قصص وين لازمك تفرق بين الحقيقه والخيال. حقيقه العالم حاليا هل ماكرون رئيس؟ الاجابه لا. هل ماكرون رئيس؟ الاجابه نعم. هل بايدن رئيس؟ الاجابه لا. هل بايدن رئيس؟ الاجابه نعم. وشولتز اي كومبري. علاش نفس السؤال يحتمل الاجابتين لا ونعم؟ يحتمل الاجابتين لانه هاد الناس رياص بالنسبه للشعوب نتاعهم، لكن مش رياص بالنسبه للاداره تاعهم. يعني حسب انت وين تحط روحك، الموقف اللي تشوف فيه روحك، ثم تكون الاجابه. لكان انت من عامه الشعب نتاع امريكا بايدن رئيس، لكان انت من المحللين نتاع العالم الباقي بايدن ماشي رئيس، بايدن ما يديرش واش يحب. الاداره الامريكيه تامره وتحدد له واش يقدر يدير واش ما يقدرش يدير. الإدارة الفرنسية لما تلاقى ماكرون مع بنجامين ستورا في قضية لي جيلي جون، وماكرون دار هذيك الدورة نتاعو مع لي مار ولي سيفولي لا سوسيتي سيفيل، و بنجامين ستورا طرح عليه قضية الحراك في الجزائر لي كاس كي سباس اون الجيري. واش اللي قال له ماكرون؟ بريزيدون إيلو دو لا ريبوبليك فرانسيز، رئيس منتخب نتاع الجمهورية الفرنسية. قال له انتيليكتويلمون جو سوي داكور افيك فو، يعني من الناحية الفكرية راني موافق معاك سي بنجامين ستورا، لكن لي كونترينت كي سون لي ميان، لكن لي كونترينت بالعربية والله راحت لي والله غير نعرفها بصح راحت لي. المهم يعني المهام نتاعي والله ما تقتضيه المهام نتاعي ما تسمحليش اني نمشي في الاتجاه اللي الفكر نتاعي موافق عليه. سامحوني دقيقة. بون ديكا تاع الطوموبيل سي نورمال. ربي فوالا. دونك واش حابين نقولوا حنا؟ لا كان الدول العظمى وعندها قوى ظاهرة تتمثل في الحكومة المنتخبة وعندها قوى خفية تسير حقيقة الأمور، فما بالك بنا حنا اللي رانا مستعمره.